ما شفت المنزل حقنا يعني بأي وقت يطيح على احنا. ما هو أكثر شيء عانيتم منه حين نزوحكم؟ الحرب والغلاء، ارتفاع الأسعار. كيف كان تعامل السكان المحليين معكم؟ في منهم من تعامل معنا بطيبة ومنهم لا، يعني مش كلهم سوا. في منهم من أعطانا يعني الأمان والراحة وكذا، في منهم ما أعطانا شيء، مثل يعني ارتفاع أسعار البيوت. المنظمات الإغاثية ماذا قدمت لكم؟ هل قدمت لكم سبل العيش الكافية؟ مش سبل العيش الكافية، في بعض منهم يعني عطحنا، بس مش الكامل اللي نتمناه احنا، يعني عطحنا بعض الحاجات. كلمة توجهينها لمن كان المتسبب في هذا الوضع؟ أول شيء يعني انهم يعطحنا الأمان، وان احنا نرجع بلادنا بأمن وأمان، ما فيش أي حرب، ما فيش أي شيء، وإنهم يعني طموحاتك للمستقبل؟ طموحاتي أنني أخلص دراستي، درست يعني الجامعة، وأنني أكون دكتورة، وأنني أشتغل وأساعد أهلي، بس أهم شيء أنني أخلص يعني الدراسة حقي هذه. كم عدد السنوات التي توقفت عن التعليم منها؟ 6 سنة قبل الحرب. السنة بالبلاد يعني أول شيء درسنا بالجامعة، جامعة، وبعدين وقع الحرب وإحنا ندرس نصف العام، بعدين خرجنا من كثرة الحرب، وقفنا الدراسة، وانتقلنا هنا لإحنا 5 سنة، بس ما قدرنا نسجل، يعني الظروف صعبة. صفي لي حياتك المعيشية في مكان سكنك، أو بالأصح في منزلك. أول شيء يعني نحتاج للبيت، يعني أسعار البيت هنا مرتفع، ونحتاج يعني منزل تمام، وكما شفت المنزل حقنا يعني بأي وقت يطيح على احنا. كم عدد الأسر داخل المنزل؟ 3 أسر. كم عدد الأفراد داخل المنزل؟ يعني حوالي يمكن كذا 15-16. أول شيء أنا أشتغل، يعني أشتغل عشان أساعد أبي، وبي كما يعني أبقى الوالد إنسان خلاص ما عاد حق شغل ولا شيء، الآن نشتغل أنا وأخي بس في البيت. وهل دخلكم يلبي احتياجاتكم؟ مش كثير، في أحيان تحتاجي أشياء كثيرة بس ما تقدري أنك تحققيها. كيف كانت توقعاتكم حين نزوحكم، وهل طابقت الواقع؟ توقعت حين نحن نخلص الدراسة وشيء، بس ما طابقت الواقع. صفي لي واقع حياتك المعيشية. كان تمام، تعليم، دراسة، أمان، بس الآن يعني نازحين من البلاد، مش كأمان، تخافي من هنا، يعني غربة، تحسين نفسك غربة. ما هي توقعاتك قبل النزوح؟ توقعاتي أني بخلص دوامي الجامعة، بدرس وبتعلم، يعني مكان بلاد، يعني مش ظنيت إنه كذا. المعاناة النفسية التي تصاحب ترك منزلك وبيئتك وكل ما اعتدت عليه هاربا بحياتك وحياة ذويك للمجهول هو أول كابوس يواجهه نازحو المهرة، فالكوابيس متتالية والوضع صعب، فما دورنا في تخفيف المعاناة عنهم؟